No. مرة جديدة رجعنا معكم متابعين صفحة نادي الوحدة الرياضي لننقلكم أحداث الشوط الثاني من مباراة الطين والوحدة. الشوط الثاني اللي انطلق من لحظات قليلة، التعادل السلبي مسيطر على أحداث هاللقاء. كرة بالعرض يمين علي رمال، بعيد الكرة مبعدة من حسين شعيب، رمي التماس لمصلحة فريق الوحدة. علي رمال على التنفيذ بيلعب لأسامة عمري، رمي التماس أو ركلة ركنية لفريق الوحدة. الركلة الركنية الأولى لفريق الوحدة بالشوط الثاني. سامة عمري باتجاه ميدو، تسديدة من ميدو بعيدة عن مرمى شاهر الشاكر، ركلة مرمى لمصلحة فريق الطين. إذا تعادل سلبي مع مرور دقيقتين من عمر الشوط الثاني. مباراة قمة المرحلة الحادية عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، حطين بضيافة الوحدة. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي. حاليا نحن بالدقايق الأولى من الشوط الثاني. كرة بالوسط، خالد كوجلي، أحمد أشعر، قلفاط، مارديك جهة اليمين، مقطوعة الكرة، حسين شعيب، مؤيد عجان عم يترك الكرة تخرج. مؤيد عجان لحلاق، محمد حلاق، حلاق باتجاه العجان، لكن كرة مبعدة من عبد الملك عنيزان قبل خروجه عم ترتطم بالعجان وتخرج ركلة مرمى. ركلة مرمى عبد الملك عنيزان، فارس أرناؤوط المدافع السابق لفريق الجيش، فارس اللي بيحمل ذكرى أبدا غير جيدة أمام الوحدة بآخر مباراة خاضها بخميص الجيش، لما ارتكب خطأ على محمد الحلاق بنصف نهائي الكأس. عبد الرحمن بركات، ركلة ركنية لفريق الوحدة. ورجيكم منظر المنصة، ولع الملعب جمهور فريق الوحدة. ركلة ركنية، كرة أسامة عمري عم تتحول لركلة ركنية جديدة. جمهور الوحدة العظيم اللي عم يحضر بكثافة لدعم فريقنا بهاللقاء،
ايضا اكيد بدي وجه تحيه لجمهور حطين الكبير اللي حضر من اللاذقيه لمؤازره فريقه بهاللقاء. ركله ركنيه لفريق الوحده، اللعب كان متوقف لا علاج. مدافع فريق حطين اسامة عمري، اسامة كرة داخل الجزاء، مبعدة من عبد الملك عنيزان، حميد ميدو، حميد مبعدة مرة جديدة، عودي جفال، خطأ لمصلحة انس بلحوس. اسامة عمري كرة، كرة مرت بجانب مرمى شاعر الشاكر حارس فريق حطين. إذن تعادل سلبي بدون أهداف بعد مرور حوالي 7 دقائق على انطلاق الشوط الثاني. سامة عمري بالراس باتجاه البوكا، بركات تغطيه من أرناؤوط. كرة لفريق الوحدة، خطأ عم يعلن عنه طاهر بكار. خطأ لمصلحة فريق حطين. ذكر النتيجة تعادل سلبي. محمد الحلاق بيبعد الكرة لرمي التماس. إذن 0-0 بين حطين والوحدة بعد مرور حوالي 10 دقائق على انطلاق الشوط الثاني. تنبيه لمازن العيس والقلفاط، لاعبين الارتكاز بحطين والوحدة. عبد الملك عنيزان مقطوعة الكرة، حسين شعيب مرة جديدة كرة مقطوعة بعيدة، حسين شعيب لحارسه شاهر الشاكر. شاهر تبقى كرة حطينية مارديك، طه موسى ليوسف محمد، يوسف للعجان، كرة العجان خارج الملعب. محمد زينو اللي عائد من الإصابة موجود، المهاجم الخبير مع البدلاء اللي عم يجوا العمليات الحمائية، ممكن يكون أول ورقة يرمي فيها غسان معتو. كرة مقطوعة من الأومري، كرة لفريق الوحدة، عجان بالعين يا الله، كرة عم ترتد من قائم فريق حطين. توترت نوعا ما الأجواء. مازن العيس عم يتلقى إنذار.
هذا راح نشوف كان في مشادة كلامية بين شاهر الشاكر وعدي جفال. صراحة طاهر البكار نوعا ما عم يسيطر كما يجب على اللقاء. اذا بقي طاهر البكار بهالرتم ممكن تفلت الامور من بين ايديه مع تقدم الوقت ومع دخول المباراة بمراحل حرجة. إذا نذكر تعادل أبيض لحد الآن. جديدة اعتراض على صافرات طاهر بكار. يوسف محمد لحميد ميدو. حميد خطا لمصلحة مؤيد عجان. لاحظوا كيف الأجواء عم تتوتر. البكار عم يتحضر لتوجيه إنذار لا عبد الملك النيزان. خطأ لا مصلحة فريق الوحدة. إذا انذار على عبد الملك عنيزان. يوسف محمد باتجاه الحلاق مقطوعة من عبد الملك عنيزان. أسامة أومري لميدو. ميدو مقطوعة الكرة. يوسف تغطية من أنس بلحوس لكن ما بيلحق بالكرة. أنس عم تخرج رمية تماس. نفذ الكرة ايضا عم تخرج رمية تماس جديدة لمصلحة فريق الطين. كنيزان لمارديك. خالد كوجلي كرة بين ايدين طه موسى اللي بيلعب مباشرة لكن كرته خاطئة. مرة جديدة بترجع لفريق الطين. وائل رفاعي. وائل اللي عم يتعرض لرقابة صارمة من علي رمال. احمد اشهر رمية تماس لمصلحة فريق الطين. ربع ساعة مضى على انطلاق الشوط الثاني ومتبقي 30 دقيقة على نهاية احداث اللقاء. كرة بالعرض هي العجان لكن مارديك عم يتفوق. وبعد الكرة من الحلاق صافرة على الحلاق.
اذا خطأ. لا مصلحة مارديك مارديكيان مهاجم فريق الطين، ركلة حرة مباشرة لفريق الطين من جهة اليمين على التنفيذ احمد شمالي، كرة داخل الجزاء مبعدة من يوسف محمد، البوكا العائد للتغطية بيبعد الكرة رمي التماس، مارديك ايضا خطأ لمارديك، اعتراض جديد من لاعبين البرتقالي على قرار طاهر البكار، ومحمد زينو عم بيتم استدعائه من قبل غسان معتوق للاشتراك بهالمباراة. شخصيا بتوقع خروج احد لاعبين الوسط ودعم الهجوم بالزينو. عبد الملك عنيزان على تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لعنيزان داخل الجزاء، مازن العيس بيبعدها، علي رمال مبعد الكرة، حسين شعيب كرة تستقر أخيرا عن طه موسى، إذن حوالي 18 دقيقة تعادل أبيض بين الفريقين، خطأ من الحلاق، واضح التمثيل من مارديك، مارديك اللي لقى طاهر البكار مهزوز بقراراته حيحاول بكل كرة انه يضغط عليه، برأيي هاي الكرة كانت تستوجب انذار على مارديك. خروج الكوجلي ودخول العوض بفريق الطين، عز الدين عوض عم يدخل عوضا من خالد كوجلي، رمي التماس اللعب راح يستأنف، كرة اللعب ابعاد من الارناؤوط، انس ملحوس، انس حسين شعيب كاد يخطئ حسين لكن كرته اقرب لحارسه شاهر الشاكر، فارس أرناؤوط حسين شعيب، عز لأرناؤوط، أحمد أشعر أرناؤوط حسين شعيب، عز الدين عوض، عز
مد اشعر باتجاه مارديك، مارديك لا عبد الملك عنيزان خاطئه مقطوعه باتجاه الاومري، اومري ايضا تدخل قوي كان من حسين، خاطئه من البلحوس مره جديده مع فريق حطين الكره، احمد اشعر حسين شعيب عبد الملك عنيزان ضغط من ميدو خطأ لمصلحة عبد الملك عنيزان، إذا بهاللحظات راح يتم التبديل، دخول محمد زينو وخروج أسامة أومري، أكيد طريقة اللعب راح تتغير، أصبح الوحدة عم يلعب بمهاجمين محمد زينو والبوكا، كرة عند وائل رفاعي، وائل كرة تخرج ركلة مرمى لا مصلحة فريق الوحدة، إذن حوالي او انتصف تماما عمر الشوط الثاني، متبقي 23 دقيقة والنتيجة تعادل سلبي بين حطين ومضيفه الوحدة بمدينة دمشق تحديدا على ارض ملعب الفيحاء قمة المرحلة الحادي عشر من الدوري، كرة انس بلحوس، عز الدين، وائل لعب الكرة، حميد ميدو، فارس عرناوط، عز الدين عوض، فارس بيرجع لحارسه شاهر الشاكر، شاهر كرة طويلة أنس بوطة برأسه لكن سهلة على طه موسى حارس فريق الوحدة، طه بيحط الكرة باللعب، يوسف محمد، يوسف لأنس، علي رمال، أنس زينو حاول يحضر للبوكا، رمي التماس وطاهر البكار عم يعلن عن خطأ، خطأ على البركات، دخلنا في اخر 20 دقيقة من هاللقاء، العد العكسي للنهاية بدأت والوقت اصبح صعب التعويض، التركيز مطلوب من رجال الوحدة لخطف نقاط المباراة او لكسب نقاط المباراة بدمشق، كرة خطيرة من مارديك، طه موسى يبعد الكرة بخمسة ايده مرتدة لفريق الوحدة، يلا يا حلا حلا لا بوكا، بركات بركات، كرة باتجاه زينو، زينو حلوة كتير، يا زينو حاول يلعب كرة بظهر المدافعين للحلا، احمد اشعر لعز الدين عوض، عز حاول يلعب لمارديك، لك كرة مقطوعة، حميد ميدو،
حكم بيقول ما في شيء، كان خطأ واضح على حميد ميدو، كرة خطيرة، خلفاط بيحط الكرة لكن تغطية من الرائع علي رمال اليوم، علي حلوة كثير، لكن الكرة عم تلعب الملعب، عبد الملك عنيزان، عنيزان بيلعب لأحمد شمالي، كرة بتصطدم بالجفال، بركات للجفال، حلوة باتجاه الزينو، حسين شعيب، شاهر، كرة طويلة، اوه مارديك، تدخل قوي كان على حميد ميدو، كأنه مارديك معه حصانة، أنا برأيي شخصي طاهر البكار حتى التوجيه إنذار شفهي ما وجه لمارديك، علي رمال كرة باتجاه البركات، مبعدة من عبد الملك عنيزان، أنس خطأ لمصلحة فريق الوحدة، خطأ لمصلحة فريق الوحدة بمنتصف الملعب، وطارق هنداوي عم يتحضر للدخول، محاولة كانت من الزينو لكن الكرة تخرج ركلة مرمى، الوقت عم بيمر بسرعة، اقتربنا من الدقيقة 30، حوالي ربع ساعة متبقي على نهاية أحداث هالمباراة، حطين صفر، الوحدة صفر، كرة خطيرة باتجاه وائل رفاعي، وائل بيحضر كرة لكن مبعدة، حاول يحضر كرة لعز الدين العوض، كرة باتجاه بركات، والحكم بيقول العب، رمي التماس لمصلحة فريق الطين، رمي التماس لمصلحة فريق الطين، 15 دقيقة متبقي على النهاية، تعادل سلبي بين الطين ومضيفه فريق الوحدة، خروج حميد ميدو ودخول طارق هنداوي بهاللحظات، أحمد أشعر لكن ضغط من الزينو وخطأ لمصلحة محمد زينو، خبرة الزينو مطلوبة جدا بهاللحظات الحاسمة، وشخصيا بتوقع انه خبرة الزينو حيكون لها دور بالدقائق القادمة، بلحوس باتجاه طارق هنداوي، تغطية من حسين شعيب، ضغط من طارق هنداوي على حسين شعيب، ومحمد زينو عم يتدخل ويستخلص كرة، زينو للحلاق، حلاق
زينو بخبرة كبيرة قدر يستخلص الكرة من حسين شعيب. مؤيد عجان. مؤيد. لا. الجفال اللي عم يلعب للبلحوس. يوسف محمد. يوسف. محاولة لعب كرة عكسية لفريق الطين. مؤيد عجان ايضا كرة خاطئة. مارديك مارديكيان. لا انا صبوطة. مارديك. كرة خطيرة. اذا ركلة مرمى لمصلحة فريق الوحدة. فريق الوحدة. بركات باتجاه طارق هنداوي اللي عم يتحصل على خطأ. بحسب مالي شايف الوحدة اصبح عم يلعب بلاعب ارتكاز واحد. طارق هنداوي عم يلعب عم بيزيد بالحالة الهجومية، يعني تقريبا الوحده صار يلعب 4-1 4-1. كره من علي رمال داخل الجزاء، سهله على شاهر الشاكر. عبد الملك عنيزان كره عم تخرج. حوالي 12 دقيقة فقط متبقية على نهاية أحداث اللقاء، لكنه وقت كافي لحسم المباراة. لاحظوا طارق هنداوي كيف عم بيزيد بالحالة الهجومية. محمد زينو للحلاق. يلا يا حلاق. حلاق. محمد الحلاق سقط على أرض الملعب. رمي التماس حطينية بتلعب باتجاه وائل رفاعي. وائل حاول يلعب كرة يباغت فيها طه موسى، لكن كرته بعيدة وسهلة وركلة مرمى. ركلة مرمى لا مصلحة فريق الوحدة. يوسف محمد. يوسف عجان. يوسف. يوسف كرة طويلة مقطوعة. عودي جفال باتجاه الحلاق. حلاق. بركات. مازن العيس
مازن حاول يلعب كرة، عز الدين عوض، عز كرة مقطوعة، عودة جفال مرتدة لفريق الوحدة، أيضا مارديك عم بيرجع لا يغطي الكرة، بيقطعها وبيستخلصها أحمد أشقر، مرة جديدة الكرة عم ترجع مع دفاع فريق الوحدة، لكن مقطوعة أحمد أشقر لمارديك ورمية التماس، قلعجي عم يتحضر للدخول بصفوف فريق الطين عوضا عن وائل الرفاعي، اقل من 10 دقائق على نهاية احداث هاللقاء، حوالي 7 دقائق تماما متبقي على نهاية الوقت الاصلي، تسديدة مقطوعة، مؤيد عجان، مؤيد ايضا كرة خاطئة بترجع مرة جديدة لفريق الطين، احمد شمالي لمارديك مارديكيان اللي راح ليلعب على الجهة اليسرى، ايضا مقطوعة من انس بلحوس، رمية التماس لمصلحة فريق الطين، احمد اشقر، اشقر بيلعب كرة بالعرض لعبد الملك عنيزان اللي ما بيلحق الكرة، ركلة مرمى، كرة عبد الملك عم تخرج، اذا 5 دقائق اخيرة متبقي، خروج عدي جفال ودخول ضياء الحق محمد، كرة طويلة حلاق، حلاق هذه كرة خاطئة لكن تبقى حطيني الكرة، أقرب لطه موسى، 5 دقائق أخيرة حاسمة من عمر هاللقاء، طارق هنداوي علي رمال، علي علي كرة باتجاه الزينو أقرب لا شاهر الشاكر، عز الدين عوض للقلعجي، عبد الملك عنيزان، حسين شعيب، احمد اشقر، حسين شعيب مره جديده يرجع لشاهر، شاهر كرة طويلة، عجان يبعد الكرة لرمية التماس، عبد الملك عنيزان لأنس بوطة، كرة استخلصها مؤيد،
حارس أرناؤوط. عبد الملك عنيزان، كرة باتجاه مارديك، مارديك كرة داخل الجزاء لكن طه موسى عم يلتقطها، بيلعب مباشرة باتجاه الزينو. زينو زينو بيلعب باتجاه الحلاق، حلاق ما بيتمكن من الكرة، محمد الحلاق كرة تحت الضغط عم يبعدها شاهر الشاكر، لا رمي تماس، حلاق كرة باتجاه عفوا الزينو باتجاه الحلاق وخطأ لمصلحة فريق الوحدة، خطأ على مشارف جزاء قريح الطين. فرصة للبرتقالي لقتل المباراة، دقيقتين متبقي على نهاية الوقت الأصلي. محمد زينو ومؤيد عجان ضياء الحق على الكرة، بقي زينو لوحده. الزينو قلت لكم تذكروا انه خبرة الزينو ممكن يكون لها دور بالدقائق القادمة. زينو كرة تصطدم بالحائط، تبقى وحداوية، ضياء ضياء كرة عرضية يبعدها حسين شعيب قبل الوصول للبركات. مارديك مارديكيان مارديك لضياء، خطأ لمصلحة مارديك مارديكيان. حوالي دقيقة متبقية على نهاية الوقت الأصلي، كرة داخل الجزاء، طه موسى بيلتقطها، والحكم عم يعلن عن 4 دقائق كوقت بدل ضائع. 4 دقائق أخيرة على نهاية اللقاء. علي رمال للحلاق، رمي التماس لمصلحة فريق الوحدة، تفس كرة مازن العيس للعجان، عجان يمشي العجان لطارق هنداوي، عجان لمحمد زينو، زينو لبركات. ركلة مرمى لمصلحة فريق الطين. مصطفى جنيد رح يدخل عوضا عن الخلفات بصفوف فريق حطين. تبديل لا استهلاك الوقت اكيد.
شاهر شاكر بيلعب ركلة مرمى طويلة. ضرب الخطأ قلعجي لعبد الملك عنيزان. عبد الملك بيلعب باتجاه مارديك، تغطية من الرائع. علي رمال، علي بيمشي، علي 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 باتجاه الزينو، خطأ تم ارتكابه على الهنداوي، لكن طاهر البكار تركيزه كان بمكان آخر. حوالي دقيقة ونص متبقي على نهاية الوقت المضاف. المباراة بطريقها لا نهاية بنتيجة سلبية. علي رمال كرته عم تخرج خارج الملعب. ركنية لفريق الطين بعد توغل من مارديك مارديكيان. داخل الجزاء مقطوعة. محمد الحلاق بيمشي، الحلاق محمد، وبيعلن طاهر بكار عن نهاية أحداث اللقاء بالتعادل السلبي بين حطين والوحدة. إذن تعادل سلبي هو النتيجة النهائية للمباراة. شكرا لكل اللي تابعونا، ونلتقي إن شاء الله بنشرات.